كملين معكم مشاهدي سبورة تي في بفقراتنا وبفقرة حزيل النهرة. اليوم رح نحكي عن التجارب يلي عم تصير بحياة كل شخص والتجارب كمان يلي مروا فيها القديسين. رح نعرف أكثر عن هذا الموضوع وبتفاصيل أكثر مع الأب الرباني يعقوب إبراهيم البرطلي راهب دير مار مرقس بالقدس. بارخ مر أبونا وأهلا وسهلا فيك معنا عبر شاشتنا سبورة تي في. الله مبارخ شينو، يا مرحبا، أهلا وسهلا. تودي إلخ أبونا وشينو بشلامو إبخ. أبونا، قبل ما نبلش بموضوعنا ونعرف أكثر عنه، في شيء تحب تقوله أو تذكره بالبداية وبعدها بدنا نبلش بالموضوع؟ بشي ما بغبر روحي وقديش وحظ الله شرير آمين. بالبداية أقدم تهاني القلبية لقناتنا المحبوبة السريانية، هاي المؤسسة الإعلامية الكبيرة اللي عم تبث حول العالم وتقدم نشاطات الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع بمناسبة الذكرى الرابعة تأسيس هاي القناة المحبوبة اللي أسسها قداسة سيدنا البطريرك المعظم مرغناطيوس أفرام الثاني كريم الجالس سعيدا على السدة البطرسية. أتمنى لقداسته دوام الصحة والعافية وعمره طويل، وأتمنى لقناتكم المحبوبة التقدم والازدهار، وكل عام قناتنا المحبوبة سوبورو تي في بألف ألف خير وعلى القائمين عليها. تودي ساقي أبونا وأنتن بألف خير، وأكيد نحن معكن وبوجودكن نقوى أكثر ومنكن كمان نتعلم أكثر ونستفاد من كل كلمة عم تذكروها وبكل موضوع عم نحكي فيه. تودي إلخ أبونا. أبونا بشينو، بالبداية ذكرتوا أنه بدنا نحكي عن التجارب اللي عم تصير بحياة كل شخص فينا وأيضا كمان بحياة القديسين. ممكن نحن إذا عم نقعد إن كان كشبيبة أو كعائلة أو بأي مكان نروحه، أكيد كل شخص فينا عم يمر بتجربة وعم نسأل بعض أنه نحن ليش مرينا بهالتجارب وليش عم يساروا معنا. ولكن اليوم معك نحن رح نعرف أنه ليش ربنا عم يسمح بالتجارب بحياتنا. بالبداية يعني ما في إنسان ما تخلى حياته من ضيقة أو تجربة، صحيح. كل التجارب والضيقات هي لكل إنسان مهما كان. يعني حتى لو قرأنا بالكتاب المقدس نشوف التجارب والضيقات كانت للأنبياء والقديسين، حتى الرب يسوع نفسه بعد ما اعتمد من عبده يوحنا وأخذ الروح إلى البرية دخل في تجربة، واللي قال عنه قديس مرقس الرسول في رسالته إلى أهل العبرانيين يقول: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة. إذن التجارب وقعت على الرب يسوع اللي شملت حياته كلها. نأخذ بعض الأمثلة، الأنبياء اللي تعرضوا للضيقات والتجارب. مثلا داود النبي، كثير من الضيقات لاقاها من شاول بعد ما قتل جوليات الجبار، وهتف النساء يقولون إنه داود قتل أكثر من شاول، وابتدأت التجارب تطارد داود من قبل شاول. فوين ما كان يروح داود كان يلحق شاول وكان يضطهده، كان حتى يريد يقتله. يوسف الصديق أيضا تعرض لعدة تجارب من إخوته، صحيح. ومن امرأة فطيفار، بيع كعبد وألقي به في السجن ولكن وهو رجل بار. دانيال النبي أيضا لو نقرأ عنه في الكتاب المقدس العهد القديم ألقي به في جب الأسود، والثلاثة فتية شدرخ وميشاخ وعبدنغو حيث هم كانوا قديسين ألقوهم في أتون النار. وأيضا ما ننسى بالعهد الجديد أيضا القديسين تلاميذ المسيح منهم مار بطرس ومار بولس هامتي الرسل ألقوهم في السجن، وكثير من الضيقات والتجارب اللي عانوا منها الشهداء والمعترفون. فإذا لا يظن أحد أن التجارب والضيقات هي لأناس الخطاة بسبب خطاياهم، وإنما هي لجميع الناس وبالأكثر للأبرار والقديسين. والرب يسوع وضح هذا الشيء لتلاميذه القديسين، قال: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وأيضا في المزمور قيل: كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب. إذن
جميع الأبرار اجتازوا في هذه البوتقة من الألم والتجارب واختبروا كل ضيقة وتجربة. تمام أبونا. أبونا كمان لما عم نفوت بضيقة أو بتجربة عم نسأل حالنا، ولكن بالبداية عم نسأل ربنا أنه أنت ليش خليت هالتجربة أو هو الضيقة تكون بحياتنا. وفي أشخاص كمان عم يقولوا أنه ربنا عم يتخلى علينا بالتجارب والضيقات، ولو ربنا كان موجود هالضيقة أو هالتجربة ما كانت تطول مدة طويلة. ونحن نعرف أكيد ونؤمن أنه كل تجربة عم يكون في إلى نهاية، وهالنهاية عم تعلمنا رسالة أو عم يكون في عبرة منها. ربنا ما عم يعمل شيء بحياتنا من لا شيء، أكيد عم يكون في شيء من كل شيء عم يعمله، ولكن ربنا عم يتخلى شيء عن الضيقات والتجارب لأولاده. طبعا هو التجارب هي ما تعني انه الله اتخلى عنا. اليوم اذا فتنا في تجربه لا سامح الله او ضيقه، ان نشوف انه بعض الناس يفقدوا رجاء واملهم في ربنا. صحيح. يعني يستنجون يقول لك وين ربنا؟ ليش ما يتدخل ربنا في نفس اللحظه بالضبط. حتى يخلصنا من هاي الضيقه؟ لكن الله بما انه كأب حنون ومحب لا يتخلى عن اولاده مطلقا. صح. وسماحه بالتجربة لا يعني مطلقا أنه قد تتخلى عنا أو أنه قد رفضنا، يعني هذا ما يعني أنه غضبه أو عدم رضاه عنا، بل هو يسمح بالتجربة لمنفعتنا ويكون معنا في التجربة، يعيننا ويقوينا ويحافظ علينا ويسندنا بيمينه القوية الغير المنظورة. يعني لو نقرأ في العهد القديم مثلا يقول الكتاب المقدس أنه سمح أن دانيال النبي يلقى في جب الأسود، لكن في نفس الوقت لم يسمح مطلقا للأسود أن تؤذيه. يقول بل خرج دانيال من الجب سليما. يقول الكتاب فلما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف، يعني الملك يقول يا دانيال عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده دائما قادر أن ينجيك من الأسود؟ فتكلم دانيال مع الملك، يا أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلن تضرني لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا. يعني بما أنه الله سمح لدانيال أنه يخليه في جب الأسود، لكن في نفس الوقت سمح للأسود ألا تؤذيه. أيضا لو قرأنا في نفس السفر دانيال النبي عن الثلاثة الفتية القديسون شدرخ وميشوخ وعبدنغو، يقول وسمح الله بإلقاء الثلاثة الفتية في آتون النار، كان الرب يتمشى معه في آتون النار. يقول الكتاب فاجتمعت المرازبة والشحنة والولات ومشيرو الملك ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على أسامهم وشعرة من رؤوسهم لم تحترق وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عليهم. بهذه القصة يوجد درس عميق، وهو أن الله لا يمنع النار عن أولاده، ولكنه يمنعها من أن تحرقهم. يعني النار هي موجودة وخلوا الفتية الثلاثة في آتون النار، لكن النار ما مست أولاد الله. أيضا لو أخذنا مثل ثالث، يونان النبي حينما أخطأ يونان وكان عنده رسالة أنه يروح إلى أهل نينوى حتى يبشره. صحيح. فهو في السفينة واضطرب البحر وهاجى وربنا أعد حوت. هذا الحوت أمر الله بأن يبتلع يونان، ولكن في نفس الوقت لم يسمح له أن يؤذيه. وبعد ثلاث أيام يقول خرج يونان من بطن الحوت سليما وذهب إلى مدينة نينوى لكي يؤدي رسالته. وأيضا هم لو قرأنا في العهد القديم سمح الله بأن شاول يطارد الملك داود، وفي نفس الوقت لم يتخلى الله عن داود ولم يسمح لشاول بإيذائه. إذن الله الرب يسمح بالتجربة أو الضيقة، ولكن بشرط أنه يكون معنا، يقف معنا في هذه المحنة، في هذه الضيقة، في هذه التجربة. مثل ما قال الرب ليشوع بن نون، قال له أما أمرتك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب
إلهك معك حيثما تذهب. وأيضا لو قرأنا في مزمور 124 من مزامير أبينا داود اللي يقول لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا إذا لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم، ولكن انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض. إذن هو التجربة هي اختبار روحي جميل لكل إنسان مؤمن، أنه نرى الله في التجارب والضيقات، نراه معنا وبقوة عظيمة يكون معنا. تمام أبونا، كمان إذا بدنا نعرف عن النقاط أو القواعد، في شيء قواعد معينة للتجارب اللي عم تصير؟ طبعا الكتاب المقدس أعطانا أربع قواعد، أو خلانا أربع قواعد حتى نتمسك بهاي القواعد. طبعا. القاعدة الأولى، أو خلينا نقول الشرط الأول، إنه الله لا يسمح بتجربة هي فوق الطاقات البشرية. يعني ربنا يعرف كل إنسان مؤمن إنه ما يسمح إنه تجي له التجربة إلا في حدود احتمال طاقته البشرية. يعني مو كل إنسان يحتمل تجربة تكون فوق طاقته البشرية. لو نقرأ في رسالة القديس مرقس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس يقول: لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. الشرط الثاني أو القاعدة الثانية من التجربة أنه لابد يكون مع تجربة، لابد يكون مع المنفذ. ولهذا يقول الكتاب المقدس: بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لهذا يعني أقول لكل المؤمنين أنه ما ييأسوا إذا فاتوا في تجربة أو ضيقة، لأن لكل تجربة حل، بل هناك حلول. القاعدة الثالثة: التجارب اللي يسمح بها الله هي للخير أو تنتهي بخير. أكو قول جميل لمثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث يقول: ضع الله بينك وبين الضيقة، فتختفي الضيقة ويبقى الله المحب. وفي ذلك يقول قديس مرقس الرسول في رسالته إلى أهل رومية: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. إذن كل تجربة أو كل ألم أو كل ضيقة هي من ربنا، هي لخيرنا نحن المؤمنين. والقديس مريم يعقوب الرسول يقول في رسالته: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. إذا بهذا الإيمان يعطي لكل إنسان المجرب سلاما وهدوءا واطمئنانا، فلا يخاف من التجربة ولا يخاف من الضيقة، بل بالعكس تمنحه فرحا. القاعدة الرابعة اللي أعطانا إياها الكتاب المقدس أو الشرط الرابع أنه لابد لهذه التجربة زمن وتنتهي، يعني ما تبقى دائما موجودة. فلا توجد أي ضيقة دائمة تستمر مدى الحياة، لذلك في كل تجربة كل مصيرها تنتهي. فيجب على كل إنسان أن يحتفظ بهدوئه وأعصابه، فلا يضعف ولا ينهار ولا ييأس من رحمة ربنا، ولا يفقد ثقته في هذا الإله المحب. تمام أبونا. أبونا كمان نحن نعرف أنه الشيطان جرب السيد المسيح 3 مرات، تقدر تقول لنا بالبداية ليش جربوا 3 مرات، وتذكر لنا 3 تجارب لحتى نتعمق أكثر فين ونحكي أكثر فين بتفاصيل أكثر؟ تمام. إحنا بهاي الأيام المباركة في صوم 40 المقدس، وهذا الأسبوع 5، بقانا أسبوع وراح نستقبل أسبوع الآلام. ودائما نتأمل بهذا الصوم 40 المقدس، نتأمل إنه الرب يسوع كيف صام وكان في البرية 40 نهارا وأربعين ليلة. قبل ما نحكي عن تجربة ربنا على الجبل، أريد أقدم كم ملاحظة عن هاي التجربة، إنه
الرب يسوع لم يجرب بهذه التجارب الثلاثة، بل كان هناك عدة تجارب، لكن الكتاب المقدس أعطانا هذه التجارب الثلاثة. في هذا يقول القديس لوقا البشير: أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يختاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس. وإنجيل القديس مرقس البشير يقول: وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من الشيطان. هاي التجارب ما انذكرت وما سجلت في الأناجيل المقدسة، لكن سجلت التجارب الثلاثة: تجربة الخبز، وتجربة اللي كانت على جناح الهيكل، وتجربة الملك. أنا راح أحكي عن هاي التجارب ثانيا. النقطة الثانية: التجارب اللي شملت حياة ربنا كانت لها فوائد، وفي ذلك يقول الكتاب المقدس قديس مرقولوس في رسالته إلى أهل العبرانيين: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. وأيضا يقول: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. وطبعا تجربة ربنا هي ما كانت تدل على ضعف، بل كانت تدل على قوته، من حيث أنه انتصر على الشيطان في كل تجاربه. نيجي على التجربة الأولى. تمام. تجربة الخبز. يقول الكتاب الإنجيل المقدس بحسب ما دونه القديس متى الرسول: فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. نشوف هؤلاء الإنجيليين الثلاثة متى ولوقا ومرقس يحكون على تجربة ربنا، بس خلوها بعد ما نال المعمودية من عبده يوحنا وحلول الروح القدس عليه، يدل على أن الروح القدس، حلول الروح القدس على السيد المسيح، يعني مسحه، أي كرسه لعمل الفداء، وهذا يعني حتما دخول الرب في صراع مع الشيطان. طلع ربنا للجبل بعد ما سمع إبليس شهادة السماء اللي قال ربنا الله خاطب الابن: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. كان يقول له، وقع في شك شيطان هل انه هو الله، كان يريد يتأكد من بنوة المسيح، هل هو ابن الله؟ لأن دائما من قال له: لو كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. لكن ربنا بالتجارب الثلاثة ما أجابه، ما قال له أنا هو المسيح ابن الله الحي. لكن إبليس هوني شجع ليش؟ يجربه كإنسان، يسأله عن بنوته لله، حتى ليش؟ يشككوا بعدم طاعته لله الآب، حتى يقول له أنه أنت لو كنت ابن الله حول هاي الحجارة إلى خبز. كان يقصد أنه إقناعه بضرورة الأكل حتى لا يخور جسده، ويقصد بهذه التجربة أن يسقطه في خطية عدم الاتكال على الله، بدلا من أن يثق في عنايته وأنه سيدبر له الطعام الذي يحتاجه. فإذا الشيطان بطبيعته يكره توحد الأبرار والقديسين في البراري وصومهم، ويضايقهم ويضايقه ما ينالونه من هبات روحانية وخلوتهم الروحية وما يهيبهم الله من نعمة. لذلك قرر الشيطان التدخل في حوار مع الرب يسوع. ولكن لو نقرأ أنه الرب يسوع رد عليه بآية من الكتاب المقدس، قال له مكتوب، يعني مكتوب في العهد القديم. راح أقول لكم هاي الآية قبل بعد شوي. تمام. يقول: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. لو قرأنا في سفر التثنية في العهد القديم، يقول ربنا: فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك، ليعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان،
بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. إذن يعلن هون الشبع الروحي من كلمة الله هو الأساس لكل إنسان مؤمن، وليس فقط الاهتمام بالشبع المادي. ونرجع نقول أيضا أنه الرب لم يجيب إبليس على بنوته لله، وأنه وعلن أن الإنسان الروحي يجب أن ينشغل بكلمة الله قبل انشغاله باحتياجاته المادية، معتمدا في ذلك على إرشاد الكتاب المقدس الذي يصد به أفكار إبليس. وطبعا هذا النوع يدل على أن ناسوت المسيح له المجد كان مثلنا، قابلا للجوع، للعطش، للألم، كما يدل أيضا على أن لاهوته لم يمنع الجوع عن ناسوته، وذلك لأن السيد الرب كان قد اتخذ مبدأ ثبت عليه، وهو أنه قرر أنه لا يستخدم لاهوته لأجل راحة ناسوته، فلاهوته لا يمنع عن ناسوته لا التعب ولا الألم ولا الجوع ولا العطش، وإلا فإن التجسد كان صوريا أو شكليا، حاشا أن يكون هذا الشيء. لذلك هو على الصليب ربنا قال أنا عطشان. إذن كان السيد المسيح قادر على تحويل الحجارة إلى خبز، ولكنه لم يفعل ذلك. تمام. أبونا كمان بدنا نحكي عن التجربة الثانية، إيش كان هدف إبليس من التجربة الثانية، تجربة جناح الهيكل؟ التجربة الثانية اللي قصد بها إبليس أنه كان يريد يشكك السيد المسيح في محبة الآب. وهذا ما صنعه إبليس مع كل منا. يعني إبليس من يريد شخص يشككه في بده يخرب علاقته مع ربنا. لا سامح الله إذا إنسان وقع في ضيقة أو في مرض، يجي هذا الإنسان يطلب من ربنا أنه يشفيه من هذا المرض، لكن الرب هذا الإنسان يشوف أنه والله إذا ما استجاب في نفس اللحظة راح يجي الإبليس، راح يجي إبليس يهمس في إذنه يقول له ها وين هو هذا الإله اللي أنت تعبده، اللي أنت تصلي له، اللي أنت تحبه، اللي أنت تحكي معانه دائما وما لبك هذا الطلب. وشوف هذاك الشخص صاحبك أو صديقك اللي كان مريض، كان هو في مرض معين وشفاه ربنا. ربنا يريد يخرب هاي العلاقة مع الإنسان. الإنجيل المقدس يقول ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله. هاي المرة الثانية همينة حتى يريد يشككه، يريد يعرف إبليس، لكن طبعا ربنا أخفى بنوته عن إبليس. لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تظلم بحجر رجلك. أجابه الرب أيضا مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. هون بهذا الميدان، ميدان الحرب، هالمرة كان على جناح الهيكل، هالمرة كان في المدينة المقدسة، في المواضع المقدسة. نشوف عجيب أنه الشيطان هل يكون موجود بالمواضع المقدسة؟ هل أنه يمكن أن يحارب في كل مكان؟ حتى بكل جرأة يدخل في المكان المقدس وعلى جناح الهيكل. إذن أن الشيطان مستعد أن يدخل الكنيسة، إلى الكنيسة، ويحارب المؤمنين بالرب يسوع. هدف إبليس من هذه التجربة أحبائي هو أولا إما أن يموت السيد المسيح فيفرح الشيطان، أو على الأقل يتألم. ثانيا يفعل هذا الشيء الرب يسوع، يطرح بنفسه من الهيكل، من جناح الهيكل إلى الأرض، فيقع في مجال الافتخار أو الكبرياء. ولاحظ أن الرب يسوع له المجد، لو فعل هذا الشيء في وقت احتشاد الجماهير في الهيكل لآمن به الجميع بسبب هذه المعجزة الخارقة. ولكن طريق الرب علمنا أنه هو طريق الصليب. ثالثا أنه لو ما فعل الرب يسوع طرح نفسه من على الهيكل خوفا من الموت، فيعيره إبليس بأنه غير قادر على فعل ذلك. رابعا إبليس يقنع السيد المسيح باستخدام حقه كابن الله، يعني قال له لو كنت ابن الله فاطرح نفسك من على الهيكل. بعدين
نلاحظ انه الشيطان استخدم هاي الايات من المزمور 91، ولكنه هو ما كمل المزمور كله، الباقي ليس في مصلحته. ليش؟ لان بقيه الايات تقول راح يدوس الحيه تعطأ الافعى، يعني راح يدوسها كنايه عن ابليس. ولهذا نرى في رد الرب يسوع على الشيطان لم يسقط ولم يثور ولم يحتاج ضد ابليس، بل يرد بكل ثقه وهدوء. نقطه اخرى، نرى ان السيد المسيح اختار طريق الصليب ورفض طريق استعراض امكانياته بطلب ملائكه تحفظه. وعلينا اذا نحن كمؤمنين ان نختار طريق الالم واحتمال الالم دون ان نطلب المعجزات تسهل لنا الطريق، او بقصد المباهات والمجد الباطل. تمام أبونا، كمان قبل ما نختم حديثنا نريد نعرف كمان إيش كان الهدف من التجربة الثالثة اللي صارت. التجربة الثالثة خلينا نسميها تجربة الملك، الإغراق. تمام. يعني يقول الكتاب الإنجيل المقدس: ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. الهدف من هذه التجربة هو الإغراء بأمجاد العالم وملذاته، وطريق السهل للوصول إلى الاحتياجات. يعني أي شخص يحتاج أي شيء من هذا العالم الفاني الزائل راح يلبيه إبليس، لكن بشرط هو الخضوع له، ودليله أنه السجود لهذا الشيطان. لكن ربنا حذرنا من هذا الشيطان، وقال في إنجيل يوحنا: أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وأيضا الرب حذرنا من مشتهيات هذا العالم، إنه يقول: ادخلوا من الباب الضيق، لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. فإذا إبليس هو يغوي المؤمنين بعالم فان وزائل ولا مصلحة لأي إنسان في هذا العالم. فإننا نحن ننتظر وننظر إلى عالم آخر، هو عالم السماء. وإلى اليوم ما زالت هذه التجربة تطارد السيد المسيح حتى بعد صعوده إلى السماء، وذلك فيما يسميه البعض بالملك الألفي. يعني يتصورون أن الرب يسوع له المجد، رح يجي بالمجيء الثاني ورح يملك 1000 سنة ملك أرضي. ولكن الرب أنه لا يمكن أن يملك ملك أرضي مثل القياصرة والأباطرة، ورفض أنه يجلس في الهيكل على عرش، إنما كان قصده هو تطهير الهيكل، لأن قال لليهود: بيتي بيت صلاة يدعى، ولكن أنتم جعلتموه مغارة اللصوص. ربنا يريد يملك على القلوب وليس يملك على بالتيجان والعروش. والقديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى لخص هاي الأمور الثلاثة، الخطايا الثلاثة في العالم: شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. شهوة الجسد اللي قصد بها البطن، مثل ما جرب أبونا آدم وأمنا حواء في جنة عدن بالأكل من الشجرة، اليوم يجرب الرب يسوع على جبل التجربة، قالوا: لو كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تصير خبزا. شهوة العيون، الشجرة كان الشهية للنظر وبهجة للعيون، وربنا جرب من قبل إبليس، قال له: راح أعطيك هاي كلها إن سجدت وخررت لي. وتعظم المعيشة، إبليس حكى مع أمنا حواء، قال: لو أكلتم من هاي الشجرة راح تكونون كالله عارفين بالخير والشر.
وفي التجربة الثالثة شيطان مع ربنا يقول لو كنت ابن الله فاطرح نفسك من على الهيكل. فإذا كل تجارب اللي مر بها ربنا على الشيطان كانت كل تجربة لها الرد الحاسم من آيات الكتاب المقدس، ولهذا انتصر ربنا حتى وهو على الصليب سحق مملكة الشيطان. تمام أبونا، بنهاية حديثنا وبكلمة أخيرة، إيش تحب تقول لكل حدا يسمعنا ويشوفنا، أو إيش هي الزوادة الروحية والدرس اللي نفهمه من الموضوع اللي حكيناه؟ أنا دائما أستشهد بأقوال الآباء القديسين. تمام. تقول قول للقديس مار إيوانيس يوحنا ذهبي الفم، يقول إن كان الحب الإلهي قد دفع السيد المسيح إلى الدخول إلى معركة ضد إبليس من أجلنا ولحسابنا، هكذا يذهب الروح القدس قلب المؤمن ليس فقط أن يحتمل التجربة بفرح مجاهدا بالسيد المسيح الساكن فيه، وإنما أيضا ينحني بالحب ليحسب تجارب أخوته تجاربه وقيودهم قيوده، يئن لسقطاتهم ويتألم من أجل كل نفس متهاونة في طريق خلاصها. وبعدها كانت التجارب علامة غضب الله، صارت اليوم هبة يسمح الله بها لأولاده لكي يحملوا نصرة المسيح نفسه فيهم. أمين. تودي ساقي إلك أبونا، تودي ساقي للمشاركة معنا بهذا الموضوع الحلو، وأكيد كمان بحلقات أخرى وبلقاءات أخرى رح نحكي عن مواضيع أخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا. تودي الخوف، تودي الأخ أبونا.